يقول وفق الله، يشير إلى ما يحدث في بلده من بلاد المسلمين، يقول ما يسمى بأنصار الشريعة تلك المسميات. يا إخوان، هذه فتن عظيمة، والانتماءات إليها لا تجوز. مما يزهدني في أرض أندلس أسماء معتمد فيها ومعتضدي، أسماء مملكة في غير موضعها كالهر يحكي انتفاخا صولة الأسد. إنما مما يؤسف له حقا ظهور تلك الجماعات وتفرقها وتحاربها فيما بينها، استراح منهم العدو ووقع بعضهم في بعض، كفر بعضهم بعضا وقتل بعضهم بعضا، واستحل بعضهم دماء البعض تحت شعارات ومسميات كثيرة، منها أنصار الشريعة، ومنها ما يسمى بداعش، ومنها ما يسمى أسماء كثيرة، يعني قد تكون ظواهرها مسميات توحي بأن أهلها من المسلمين وأنهم يناصرون المسلمين، والواقع أنهم قد سخروا أنفسهم لخدمة أعداء الله، سخروا أنفسهم لخدمة أعداء المسلمين، لأنهم عندما يتسمون بهذه المسميات ويكفرون المسلمين ويستحلون دماءهم وأموالهم، بل وربما أعراضهم، إذ يستبرئون المرأة بثلاثة أيام، حتى النبي صلى الله عليه وسلم كان أمر أن تستبرأ السبية بماذا؟ بحيضة، وهؤلاء يستبرئونها بثلاثة أيام ثم يزنون بها ويتمتعون، ويرون أن ذلك كاف في استبراء المرأة أو استبراء الرحم. وأقول يا إخوتاه، الإسلام جماعة واحدة وليس الإسلام جماعات. جماعة واحدة هم من كان مثل ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، هم المؤمنون الخلص الذين يعبدون الله وفق هدي الدين القويم، ويقفون عند نصوص الكتاب والسنة، ولا يكفرون إخوانهم المسلمين. هؤلاء يكفي أنهم فتحوا ثغرة على الإسلام وخدموا أعداء الإسلام من حيث يشعرون أو لا يشعرون. هم يستحلون دماء المسلمين ويرون أنه يجب البدء بمن كفروه من المسلمين قبل البدء بالكفار المعروف كفرهم والذي كفرهم مفروغ منه. إذن هذه التسميات لا تجدي ولا تسمن ولا تغني من جوع، وإنما العبرة في تطبيق الدين الصحيح، وهي الجماعة، وهم من كان على ما كان مثل ما عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه. أما ما يقع فيه هؤلاء من استحلال دماء المسلمين والعبث بهم وبمقدراتهم والتخريب في بلاد المسلمين، فهؤلاء والله لم يخدموا إلا أعداء الإسلام. جعلوا أمر المسلمين بينهم، بل وجد بين بعض هذه الجماعات تجد أخوين، أخ ينضم إلى جماعة كذا وأخ آخر ينضم إلى جماعة كذا، وربما حصد بعضهم حصدا.